اليوم جينا إلى ملعب السكر وهذا الملعب يخدم أكثر من خمس مناطق اللي هي منطقة السكر والصديق والبلديات والحدباء وهاي المنطقة أصلاً بالتخطيط العمراني هي منطقة خضراء وبال2004 قوات الاحتلال الأمريكي سوتها ملعب يعني المحتل يسويها ملعب وهاي صار لها 15 سنة ملعب وبعد ما حصلنا على موافقات من محافظة نينوى وهذا الكتاب اللي قال بيدي ومن السيد قائم مقام بزالة هاي التجاوزات كلها ومن مدير بلدية تجينا نائبة أو عضو مجلس محافظة الموصل هذا الدار اللي مقابلنا هو دار شقيقتها تجي تفاوض ويانا لو تنطونا عشر متر نتجاوز ونسويها حديقة لو هذا الملعب ما يصير اول شيء اوجه كلمه للمسؤولين واقول لهم شغله واحده انت من تبني ملعب باي منطقه الملعب لا يختلف عن المدرسه ولا يختلف عن الجامع ولا يختلف عن المركز الصحي هذه الشغله شغله حضاريه فوق ما انتم ما تدعمون الرياضه لا وزاره الشباب تدعم رياضه ولا المحافظه تدعم الرياضه نحصل موافقات من منظمات اليون دي بي وهذا الكتاب مالهم على انشاء ملعب قيمته 240 مليون بجرد قلم من السيد المحافظ او من مدير بلديه يتوقف المشروع، ليش توقف المشروع؟ احنا شباب من منطقه حي السكر، احنا ازيد من 50 فريق شعبي آه عيفلشون الملعب جبنا موافقات اصوليه من المحافظه ومن كل المكانات. واكو واكو اشخاص من مديري الشباب الرياضيات نينوى يريدون يوقفون هذا العمل. آه لاسباب خاصه تعنيهم يعني يريدون يجوز ملاعبهم هذا ما يخلون العمل يمشي. ونطالب يعني منطقة بأزيد من خمسين فريق شعبي وهذه المنطقة يعني تحوي الشباب وشريحة من الشباب على مود بيت واحد ينلغي ملعب ما يصير خلي خلي يصور الم... شوف القذارة والمزاب لنا احنا احنا الشباب ونسوي الملعب ومنطقة خضراء ليش يحرمون يحرمون الشباب من هذا الشيء؟ قام بانشاء هذا الملعب الامريكان واليوم نتفاجأ من عضو مجلس محافظة أصيل شاهين أغا بسبب بيت أختها قرب الملعب تريد تلغي الملعب وتسوي الملعب أشياء خاصة تخصهم شريحة كبيرة من أبناء مدينة الموصل الرياضيين والعالم يسعى لتطوير الرياضة ونحن نتفاجأ بمدينة الموصل بهذه عضو مجلس المحافظة تريد تلغي الملعب بسبب مصالح شخصية وطالب السيد الحلبوسي اللي هو يقول عن راعي الشباب واهتم بالشباب خلي يحل لنا هاي الاشكاليه 50 فريق شعبي واضافه الى الرواد يهتمون بالرياضه نحن نجي نحارب الرياضه في القرن ال21 العضو في مجلس محافظه اصيل شاهين اغا ليش تلغيه ليش انبور بيت اختها هنا مقابيله كنخذوا تجاوزوا 20 متر على الملعب ما يقبلون ينطوه زين اجت تفاوض وياه يقول له يا اخي انطينا انطينا اللي ماكو ما انطي أنا يعني مسيطر واني بالقانون اوقفك وبالقانون احيلك وبالقانون قاضيك على اي شيء تسوي احنا من سكنة المنطقة انا يعني بيتي من اهل حي الصديق وبالسكر تعرفون الصديق والسكر ما يفصل غير شارع واحد فهذا الملعب هو يجمع لواعيب صديق سكر بلديات حدباء بعويزة مرات يجونا يعني حتى من المصارف ها فنحن نطالب يعني هاي الفئات العمرية أنا لسه مسؤول فئات عمرية بما يقارب 200-250 لاعب 200-250 لاعب أطفال 2002-2003-2004 هذا وين يروح؟ هو إحنا هذا متنفسنا الوحيد